شفت انت مثلا فيلم زي جاد فازر او العراب اللي كسر الدنيا لما نزل في السبعينات؟ لحد دلوقتي فيلم محبوب جدا ومش نخبوي، بالعكس كل الناس بتحبه. غالبا صديق الانسان انت بتحبه، ابوك ممكن يكون بيحب، الدكتور بتاعك في الكليه بيحب، حتى السايس اللي تحت عمارتك لو شافه هيحب. لكن هل فيلم زي ده لما تشوفه هيخليك نشيط على السوشيال ميديا؟ مستحيل. ده انت يا دوب هتشوف الفيلم دماغك هتتعبى وحيلك هيتهد، بالكتير تدخل تقوم كاتب بوست كلمه ولا اتنين عن الطليان ولاد الجنيه دول وتنام لي تاني يوم العصر. لا طب ازاي صديق الانسان بقى غزير الانتاج كده؟ ده احنا لو جمعنا بوستاته في كتاب هتطلع اكبر من الاعمال الكامله بتاعت محمد حسنين هيك. ازاي قدروا ولاد الذين بتوع فيسبوك يقنعوه ان هو يعمل كل ده؟ بالك انت لو واحد زي فرانسيس فورد كوبولا ده اللي هو عمل فيلم جاد فازر ده جه النهارده اشتغل في صناعه المحتوى مش هيعرف يعمل حاجه. كل حاجه اتغيرت، الوسيط اتغير والاسلوب اتغير. الناس ما بقتش محتاجه تروح السينما والمسرح وقاعات الموسيقى والمكتبات لما يحبوا يتفرجوا او يقروا ولا يسمعوا حاجه معينه هم عايزينها.